ممكن انت بتفكر في شخص، يا اما انتم متزوجين يا اما هي فقط كانت تربطك بيه. يا برج الفيديو عليك حميمية. انا مش نحاول ناخذ كارت خامس لانه على ما يبدو فما قصة اللي عندنا. عندنا قصة. اوكي طيب. برج الجدي، انا شايفه كما قلنا عندك، ممكن انت بتفكر في شخص، وهو ايضا الشخص اللي على فكره بيفكر فيك شخص كانت يا اما كنتوا متزوجين، يعني في علاقه زواج، يا اما الشخص ده كانت تربطك بيه علاقه قويه. اللي هي قويه شنو؟ علاقه مثلا حميميه، او ممكن العلاقه تكون عامه فما انجذاب جسدي كبير. ممكن يكون الشخص ده على فكره يا اما خانك، خدعك، او تهمك انت بالخيانه، ينجم يكون، والا اتهمك انت انك خدعته مثلا. ولكن القصه انا شايفه انه اكثر انه الشخص اللي انت بتشوف انه هو خدعك، انه هو تركك، خليك مثلا وعدك بشيء وما وفيش به، او مثلا مشيك في طريق. اوكي، وحتى الكروت هذوما عاده انا ناخذهم بنشوف فيهم حاجه جديده بصفه عامه مش في العاطفه فقط. فاليوم يعني عاطفية، حتى القراءة هي قراءة عاطفية، حتى القراءة المبدئية هي عاطفية. فكما قلت لك ممكن الشخص هذا يمشيك في طريق وسحب منك البساط مثلا، خليك وحدك في الطريق، قال لك كمل وحدك، انا طريق هذي ما عادش يساعدني، مش طريقي، امشي لوحدك، حاجة يعني حاجة من نوع هذي، فما خيانة. ولكن اللي انا اشوفه انه انت ممكن تكونوا توأم، الكثير منكم ممكن تكونوا توأم شعلة، والشخص ذي مش فاهم يعني قصة توأم الشعلة، مش فاهم يعني شو العلاقة بالضبط، فهو الهارب وانت المطارد. عامة انا شايف في عقد ممكن يعني للبعض منكم، يا اما تتزوجوا يا اما هذي عقد عمل واتفاق على عمل، لانه هذي مش نخليها الكروت هذي. عامة عموما في كثير منكم ممكن قريبا تتزوجوا يا برج الجدي، ان شاء الله بالتوفيق. خلينا نبدا ونشوفوا. اولا انا حابه ناخذ ايضا من الكروت هذوما ونشوفوا الطاقة. طاقتك انت وطاقة الشريك. انت في طاقة الحمل الوديع. تقريبا ثم شبه بين الطاقتين على فكره، ثم شبه. الكوتشينه هذه ما نجموش نقراوها معكوسه، ما تجي كان بالطريقه هذه او بالوجه هذه. طيب انا نشوف انه برج الجدي في الوقت الحاضر انت ممكن تكون موجود مع مجموعه اشخاص، يعني انت مش لوحدك. شايفتك يعني شخص مسالم محبوب، بتحاول طاقتك فيها هدوء عموما. عموما او بصفه عامه طاقتك فيها هدوء. شايفه انه انت ممكن تكون مش منعزل، ولكن ثم يعني دائما اشخاص بيحاولوا انه هم يعني يدخلوك معاهم في العلاقه، او يخليوك معاهم في علاقه، ولكن انت اللي ساحب نفسك او تفكر انك تسحب دائما نفسك. الشريك انا حاسه انه هو ممكن يكون الشخص ذي وحيد على فكره، وممكن يكون ايضا يعني حاسس بانتفاء. اوكي، وانا شايف انه هو عامة عنده بعض يعني متألم او حزين، ثم شيء ممكن يكون عنده حدث يعني لا سمح الله طبعا، ولكن ممكن يكون. طيب خلينا نبداو برج الجدي ونشوفه بالطاروت بالفول اول كارت، وطلع لك على فكرة برج الحمل حتى في الكوتشينة هذه، وتوا طلع لك برج الحمل. وهانجد مان و 7 اوف كابس وكارت برج الاسد سبرينت القوة. شايف في اشخاص او في شخص بيفكر فيكم في الثاني، هذي على الاغلب انت بطريقة روحية. اوكي، تفكيرك في الشخص هذي فيها روحانيات. ممكن على فكرة العلاقة معلقة منتهية، يعني انا شايف في غموض. ممكن انت فما حاجات كثير انت ما تعرفهاش على الشخص هذيا، او فما واحد فيكم خايف عامة. اوكي، بالرغم انه فما حب، وبالرغم انه فما طاقة جنسية عالية جدا 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 بينك وبين الشخص هذيا، حتى الكروت الاولانيين اللي نزلناهم فيها كارت الطاقة الجنسية. الشخص هذيا على فكرة بيحس ناحيتك بالفعل بطاقة جسدية، بيحس انه انت تعبك معاه، وانه هو بالفعل يعني كما انت او كما الكروت قالوا لنا انه فما خيانه. اوكي، وعموما الحب موجود،
وانت على فكره بتحب الشخص ده، يعني بتحس ان هو سول ميت او توين فليم، وبتحس ان هو الترو لاف، الحب الحقيقي هذيك. ليش انت بتفكر فيه بطريقه روحانيه؟ يعني الطريقه اللي انت بتفكر فيه بيها الشخص ده روحانيه اكثر. وعلى فكره الشخص ده ممكن يكون يعني رافض موضوع الارتباط، ممكن، او انت بتحس طول الوقت انه ممكن يكون الشخص ده مش معاك، مثلا مشغول بحاجات اخرى طول الوقت، وقولوا احنا اوكي، وانت حاسس انه هو مخبي عليك حاجات، وانه فما حاجات كثيره مريبه انت مش فاهمها، وممكن كما قلنا تركك ومشي، مثلا اختفى فجاه. يعني شوفوا، يا اما اختفى فجاه، يا اما هو مثلا عشمك كما يقولوا بشيء وما اوفيش به، مثلا قال لك يعني احنا مش نتزوج، وانت بنيت احلام وبنيت امال معاه الشخص ده، وفجاه انسحب مثلا من العلاقه، او فجاه يعني ترك الجمل بما حمل ورحل. فهمتوا القصه؟ مفاجئ. ممكن هو متعود على الطريقه هذه، انه هو بيجي فجاه يعني ونقولوا احنا، وبيختفي فجاه. اوكي؟ وانتم على فكره انا مش شايفه انه انتم بتتكلموا، ما فيش ثقه بينكم عموما، انت والشخص اللي ما فيش تقريبا ثقه بينكم. طيب اوكي، طيب انتم ممكن تكونوا علاقه حياه سابقه، على فكره انتم ممكن تكونوا علاقه حياه سابقه بالفعل. طيب شوفوا، هو بيشوف انه انت شخص حساس جدا، وعملت حاجات معاه، يعني مواقف مثلا ما تشرطتش عليه من الاول، قبلته كيف ما هو، يعني المواقف اللي انت عملتها معاه مواقف شهامه. فهمتوا القصه؟ ويعني بشوف انه انت لما بتحب بتحب باخلاص، الشخص ده يشوفك بصوره جيده على فكره، وممنون لك من ناحيه اخرى. شوفوا، ممكن يكون هو شايفك عندك بعض الغموض، ولكن هذه هو يعني متاكد انه هذه من طبعك انت، الغموض. اوكي؟ وانت ايضا بتحس انه هو غامض، والغموض هذه ممكن ظروف هو مش حابب انه مثلا يقولها لك، او مش حابب انه هو يدوشك بيها معاه مثلا. فهمتوا القصه؟ فهو بيشوف انه انت شخص مضحي، غيرت له مثلا حياته، ساعدته يعني كثيرا انه هو يتغير، الفكره في التغيير هو في حد ذاته، وساعدته على المستوى الروحي كثيرا. فهمتوا؟ فوجودك بصفه عامه في حياة الشخص دي خلته يفهم ممكن أشياء، ممكن أنت تكون ساعدته ماديا أيضا للبعض منكم مش للناس الكل، ممكن تكون حسنت له أيضا نفسيته، خليته شخص يعني ثابت، يعني خذوها المساعدة بأي طريقة، يعني حسب قصتك أنت وات ايفر. أوكي؟ فهو حاسس أنك أنت يعني نورت حياته، كأنك يعني عرفته شفته، يعني أنت ماخذ طاقة القمر بالضبط. فمشاعره تجاهك مشاعر يعني يقولوا احنا ثابته ستيبل. ممكن هو، انا شايف انه هو حابب يرتبط بيك لانه شايف انه انت الشخص المناسب، ولكن على فكره ممكن تكون فما شيء اللي وقف بينك وبينه، مش لا منك ولا منه، فما حاجه اخرى. طيب اوكي، شوفوا، الشخص ده شايف انه انت وهو المفروض ترتبطوا، ولكن مش بالطريقه التقليديه، يعني انكم مثلا تقعدوا مع بعض تبتكروا طريقه تكون مساعده لظروفه هو ومساعده لظروفك انت. ممكن يكون متزوج الشخص ده لبعض منكم مش للجميع مثلا، علاش؟ لانه بيشوف انه فما اختلاف في الشخصيات، وهو على فكره متمسك بيك جدا، وشايف انه انت ساعدته كثيرا في حياته، وعلى فكره هو سعيد جدا معك، وفما ذكريات هو محتفظ بيها بينه وبين نفسه، وسعيد جدا 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 بالعلاقه معك. هو بيحس انك انت تقريبا مثلا غيرت له نظام حياته، قول له احنا مثلا كان عنده عاده سيئه، مثلا تدخين، او يعني ايا كانت العاده السيئه هذه، مش بالضروره نقعد نعدد لكم، فانت تقريبا اعطيته دفع انه هو يغير الشيء هذه، اوكي، او العاده السيئه هذه.
اذا كنت مثلا ما ساعدتوش ماديا، مثلا ساعدته نفسيا على المستوى الروحي ايا كان. ف كأنه مثلا الشخص ده يعني سهل عليك امور كثيره وساعدك كثيرا بصراحه. اوكي؟ طيب. مين اللي استقرت اكثر؟ بارس هو الناين اوف بنتكل على فكره. وشايف انه انت ممكن تكون متشائم، اوكي، فاقد الامل في العلاقه، وممكن انت كنت بتحاسبه على كل موقف كان يصدر منه، وممكن تكون واخد فكره عن الحب من الطفوله ومصر انه انت تطبقها على قصتك مع الشخص ده بالذات. اوكي، ممكن تكون حتى متاثر او يعني عن الحب وعن العلاقه العلاقات بصفه عامه. فكانك يعني اخذت مثلا في اشخاص انت يعني تعرفهم مثلا في حياتك، اوكي، مثلا والدك وعلاقته بوالدتك، اصدقاء، اقارب، حتى جيران مثلا. فانت تقريبا اخذت كأجل الشيء اللي انت شفته وحسيت انه كل العلاقات يعني بالضروره، افهموا معايا، كل العلاقات بالضروره تكون بالطريقه هذيك. يعني كانك انت خبيت افكار مسبقه وكانك عملت لها تنزيل. وهنا هذه هو الخطا، او هذه هي الحلقه المفقوده. فيعني بشوف انه انت عندك فكره ثابته عن العلاقات. اوكي؟ ف والواضح انه انت بالفعل يعني اخذت فكره وحابب تطبقها. الشخص اللي بيحبك جدا وشايف انه ممكن انت حاطط قيود شويه، اوكي، ومتمسك، هو شايفك متمسك باخلاقيات معينه في حياتك، ولكن وممكن يكون حابب يقول لك انه الزمن تغير، انه مش بالضروره على كل شيء فيما يخص تفكيرك انت فقط. يعني مثلا انت نقول احنا من نوعيه الاشخاص مثلا اللي بيتفرج كثيرا ومتاثر بالافلام مثلا الدراما المصريه القديمه. فانت بتشوف انه مثلا الحب والمشاعر في الزمن هذيك كانت مختلفه تماما 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 عن الحب والمشاعر في الوقت الحاضر والاحترام والعلاقه. فانت تقريبا ما زلت مثلا نقول احنا بتحاول انك العلاقه اللي تعيشها وقصه الحب اللي تعيشها تكون بالطريقه هذيك. هذه مثال راهو، ما تقولوليش اميره واحنا ليه وانا علاش نسكر التعليقات، لانه نلقى ناس مش فاهم اصلا. انا بعطي مثال، فطبق انت. لو مش النقطة هذه مش مناسبة ليك طبعا، ومش انت، لا انت بالعكس شخص يعني، فخلاص يعني مش مشكلة عديها. اوكي، فكأنه يقول لك يعني اعمل حساب انه في ناس مختلفين عنك، وانه انا مختلف عنك، وانه انا بنحب اشياء ممكن انت ما تكونش تحبها. يعني احترم الاختلاف اللي بيننا، تمام؟ فالشخص هذا مش حابب انه انت كيفاش نجم نقول هذه، انت عندك فكره عن الحب ممكن تكون سلبيه شويه. مثلا قلت له انت خاين، انت مش تتركني وتمشي، انت مش حاسس معاه بالامان مثلا، فحابب فكره انك تربطه معاك مثلا. فتحب يعني قولوا احنا مثلا تحب انت زواج رسمي، يعني علاقه رسميه، وفهمتوا كيفاش عقد، وهو مش مستعد مثلا. اوكي، هو شايف تقريبا إذا كان حبينا نقول الكلمة وتطلع صحيحة، كأنك حابب أنت تحط شروط أو تحدد نقاط معينة مثلا في العلاقة هذه. يعني هو بيشوفك بصورة ما عندك الفكرة هذه. يعني ممكن مش ضروري أنت بتحبه مثلا يتزوجك رسمي، ولكن هو شايفك بصورة هذه، شايفك شوي تقليدي ممكن، يعني بكل أمانة، تمام؟ ممكن يكون شايفك شوي تقليدي. طيب. ما زال منتظرك على فكرة، حتى لو انتم منفصلين. نشوفك يعني حساس جدا 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 جدا، وانت شخص تعمل فقط اللي في بالك، صعب السيطرة عليك، صعب السيطرة عليك. بشوفك مختلف عنه كثيرا على فكرة. انا ما طلعليش كارت الاختلاف الاجتماعي والا، ولكن علاش هو الشخص ده شايف انه انت مختلف عنه؟ شوف عموما انا بحب ناخذ كارت من كروت او كارتين من كروت ملاك الحظ، ممكن يفسر لنا شويه
او يفسر لنا العلاقه. كان يحب يساعدونا طبعا ملائكه الحب، لانه في بعض الاحيان ما يعطينيش فكره جيده. برج الجدي علاقته بشريكه، برج الجدي علاقته بالشريك